نكملوا مع التلفزة. شفنا المدة هذه فيديو الكواليس العميل 86 الجزء الثاني واللي قاعد يتصور في الصين. نذكروا أنه العميل 86 هو مسلسل أحداثه في إطار بوليسي حول عميل سري يحارب المافيا ويحاول يدافع على بلاده بالتنسيق مع المخابرات التونسية. وهذا كان ضد مخاطر أجنبية. العمل تعرض رمضان 2020، رينا فيه لاكسيون، إخراج بسام الخياطي وتأليف بسام الخياطي زادة، والبطولة الراو فيها بسام الخياطي، معز الكديري، ميسم راسي، سلمى جلال، وعدد من الممثلين الأجانب وممثلين صينيين. وتفرجتوا فيها على قناة كارتاج بلوس. العمل ما تعرضش عم ناول للأسف، فمسني قاعد يحضر ومازال يتصور. اتصلنا بسام اللي متواجد حاليا في الصين وعطانا تفاصيل الكواليس وأسباب عدم العرض رمضان اللي فات. بالنسبة للعميل 86 عم ناول ما تعديش في الأسباب اللي هي كورونا كما نعرفه، بالأخص لهنا في الصين الحدود مسكرة، بريسك مازلنا في نفس المشكلة. هنا في الصين كملت البارت الأولى متاع الصين، مازلت البارت في تونس وبارت في لوس أنجلوس، تو في بوست برودكسيون قاعدين نخدموا حاجة يسر مزيانة إن شاء الله، باش تكون حاجة حلوة وحاجة في مستوى عالمي إن شاء الله. على قريب نكون في تونس، مانيش سير باش تكون رمضان السنة ولا لا، ماذا بيا الخدمة تكون مخدومة مليح وفي عقلها مش مزروبة باش تتعدى حاجة بها. بالأخص خطر عندي كاست ياسر بروفيسيونيل، بين فيها تايجر تشين معروف في أفلام هوليود، جون واي اللي هو الصيني مثل في كاراتي كيد مع جاكي شون، بعض وجوه الأجنبية معروفة والممثلين الصينيين كيف كيف بعض الوجوه معروفين. إن شاء الله قد ربي كبير شنا بدل تونس يكون موجودين معي ممثلين جدد اللي بش يدخلوا في الشخصيات الجديدة بش تدخل العميل 86 الجزء الثاني. وكنت قاعدين تتفرجوا فينا في اللايف متاع الفيسبوك على صفحتنا موزايك FM، دونك ديجا حاطين الفيديو هذا اللي فيها الكواليس متاع التصوير. ان شاء الله على قريب ناخذوا اكثر تفاصيل، وخاصه انه تقنيا باش يكون طاقم تونسي وطاقم اجنبي قاعدين يخدموا في العمل هذا. ومن جهه اخرى خدينا جديد المخرج والممثل بسام الخياطي، المده هذه بين التكريمات في الصين والاعمال اللي شارك فيهم. طورت برشا اعمال صينيه فيها على مستوى العالمي، شخصيه رئيسيه وبيان سور شريرة، لكن من الأبطال الرئيسية. الويكاند هذي إن شاء الله بشي نكون مستدعي وبشي يكرموني في تشاينيز فاشن فيستيفال. الأسبوع اللي قبله كنت مستدعي في تشاينيز فيلم فيستيفال، كيف كيف كنت مستدعي مع مخرجين بصفتي مخرج وممثل، مخرجين كبار، حكينا على الأفلام، الحاجات اللي تخلى فيها متطورة. اجتماع كان هام برشا، حكينا فيه على الهاي تكنولوجي في السينمائية. ان شاء الله فما تقدم وفما تطور، قاعدين نحاولوا باش نحسنوا ونقدموا ونطوروا في العمل متاعنا. ان شاء الله على قريب الراو جديد العمل هذايا العميل 86، وان شاء الله زاد الراوه في رمضان. هو اسماعيل جاوب برشا تعليقات وقت اللي تعدى، سورتو على انه الحلقات ماهمش قصار، وكنا بلوتو قصار برشا، وكنا خذيناه في انترفيو قال انه قاعد يخدم على انه الحلقات تكون اطول وانه يكونوا زاد فما اكثر نجوم توانسه. دونك ان شاء الله الراوه العمل هذايا واعمال اخرى قاعده تحضر من توا باش ما نخلطوش ونبداو نتغصروا، نعرفوا قبل رمضان ساعات فما اعمال حتى تبدا يتعداو وامنتون قاعدين يصوروا في الحلقات الأخيرة. هو دايوغ معناتها ولينا نشوفه غيسامون، شفنا معناتها عديد الأعمال اللي قاعدة تتصور من توا باش من بعد ما يقعدوش فك الغسرة ذيك الأخيرة. وانتوكا ميرسي انفينيمون سامي الحامي اللي طليت علينا لطل المزينة متاعك في سقس عليك الخير، غدوة إن شاء الله نقابلوا معاك في موعد جديد.